والإخوان وسوق متلاشين وقتلنا الحياة من شيء بعد ما سطرنا حياة ديالهم شوف أمان الله كيف جرت عادة التي تسالة هذه كيف على الخبر الصادم كيف على مصيبة كيف أنا من حملهم المسؤولية أجدي لأنهم يكون إلا شيء مسؤول كبير بعدما ضفنا درعا مسؤولين ونحن نواجه الصرخه ديالنا صرخه القومي حريق سوق المتلاشم انسجان لصاحب الجلاله لملك الفقراء حنا كنوجه الرساله لسيدنا عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الكل رساله لسيدنا نقولوا مشهورين وبصوت واحد أبقيتنا يا صاحب الجلالة أبقيتنا يا صاحب الجلالة عطيني الناس اللي يهضروا سلاحش هذا هو الكاتب العام ديال الاخوان هادو راه هو غادي يشرح لك الظروف تفضل سير تفضل تفضل بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شنو المشكل هاد الناس راه هما الحريفيه المجموعين الناس سالمين مساكن طلع ميك الناس تحرقوا ليهم المحلات ديالهم ومشى ليهم الرزق ديالهم ولا شي واحد مسؤول ولا جاوبنا تنطالبوا من السيد العام ومن السيد ومن رئيس مجلس البلدي وتنطالبوا من جلاله الملك وتنطالبوا من رئيس المحكمه يتدخلوا في هاد الناس يشوفوا راه بقاو مشردين وعندهم عائله وعندهم صاير وهما ما معيدين ما والو يعني ما عيدوش كاع ما عيدوش مساكن ما عندهم داكشي اللي رزق وهاد الناس مساكن هذاك الشيء اللي كانوا الناس موجدين العيد الكبير شاريين الميادي وشاريين الحوايج جداد باش يوجدوا العيد الكبير باش يشيط لهم واحد شويه باش يعيدوا تيبداو في حويجات تيشريهم داكشي اللي قسم الله شراو يعني باش غادي مساكن يلقاو الناس اللي غادي المسافرين باش يجيو يلقاو ميادي وطوابل وفراش مشى لهم كلشي كاين اللي مشات ليه 12 مليون كاين اللي مشات ليه 14 كاين اللي مشات ليه 15 اللي عنده راه كاين اللي عنده قليل كثير مشى ليه وتنطالبوا من 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 هاد الناس والسيد العامل والناس المسؤولين يشوفوا من حال هاد الناس راه عار عليهم بما هاد الناس ما جاوبوهم ولا ردوا عليهم شي حاجه ولا قالوا لهم شي حاجه حشومه راه مسؤولين راه جلالة الملك علمهم هنا باش يشوفوا من حال هاد الناس راه السلعة ديال هاد الناس المضرورين راه كاينة هنا ماشي كاينة في الرباط كاينة عند هنا هاد الناس يشوفوا الحل ديالهم يجيو يقولوا لي ما ودي
اعطيونا واحد الوقت ولا اعطيونا واحد البلاصه وما هضرونا ما كلمونا وما جاوبوناش وبحال هاد الناس بحال ما كاينينش بحال ما مواطنينش. ها جا السيد السيد المقاول تا هو تنطالبوا منه جا دار البلان فوق ظهر الناس وسار تيبني وجراو علينا حنا ودوروا بالقرياج وسار المقاول خدام. واش هاد الناس مع 127 صبحت اليوم مشرده ما فين غادي يمشي عايشين غير في البيع والشراء ما يعرفوا يخدموا ما يعرفوا والو. حنا نيت كبرنا في البيع والشراء ما نعرفوا نبنيو ما نعرفوا هذه المهنه ديالنا. اللي حطوا له الناس السيد العامل سيدنا العامل الابراهيمي هو اللي جات تشم لنا داك السوق والسلطه هي اللي تشم لنا داك السوق. تنطالبوا من هاد الناس يشوفوا من حالهم ويهضروا معاهم ويواسيوهم. حنا تنوجهوا لهم هاد الرساله من هنا يهضروا مع هاد الناس وبعدا يقولوا لهم صبروا علينا وما قالوا لنا والو. صافي اذا دوروا بينا السلطه دوروا بينا سميتو جراو علينا صافي قالوا لنا السلام عليكم. رسالتكم الاخيره لهاد المسؤولين شنو الرساله ديالكم الاخيره؟ تنطالبوا منهم يشوفوا يعطيونا محالتنا حنا راه مستافدين اوراق لا كل شيء حنا تنخلصوا البلديه تنخلصوا القوانين تنخلصوا راه خلصنا لا زباله تاع الفلوس راه طايح علينا تما حنا المترو بجوج المليون باش طايح علينا المترو باش طايح علينا حنا تما راكو كاين هاد الناس حنا هذوك البرارك راه ما بغيناهمش حنا راه ما مقتنعينش بهذوك البرارك نعيشو مهمشين راه هاد الناس هما اللي همشونا. كون قالوا لينا سيدي كون قالوا لنا نوضو نبنيو لكم ولا كون بناو لينا كون بنا ويعلمونا. وكانت الزباله دايره بين سنين هادي تنقول لهم اودي حيدوا الزباله راه غادي نتحرقوا ما بغي يحيدوا لنا الزباله. تنجيو تنقول لهم اودي الزباله راه غاتحرقنا الله يهديكم حيدوها لينا. اللي عطينا هاد المره تيهضر الله يهديكم حيدوا لنا هاد الزباله تيقول راه صافي راه غادي غدا نحيدوها العام الجاي نحيدوها هاد العام نحيدوها هاد العام نحيدوها. ولا الزباله ما بغا تحيد حتى حرقونا حتى وحدنا قلب ولا ذريه حتى حرقتنا. شكرا يالله السلام عليكم سجلوا خير بسم الله وبركاته. اكيد لا تفضلي. السلام عليكم. انا راه ارمله وعندي اليتامه وعندي هذيك البلاصه فاش كنترزق. شحال وانت خدامه تماك؟ اه شحال وانت خدامه؟ 25 عام هادي دابا 25 تحرق لك المحل ديال تحرق لينا المحل ديالك. حنا دابا ما عندنا والو كنترجعوا هذيك البلاصه فاش كيف تدوزوا هذا العيد يعني ولا واش؟ الحمد لله غندوزوه ما كاين الحمد لله الباقي الله و... يعني ما غتعيدوش؟ ما لا باش غتعيدو ديبا؟ باش غنعيدو حنا دابا اللي ما عطاوهاش لنا الناس ما كنشدوهاش. ايوا لا اله الا الله سيدنا محمد. شنو كطلبوا اليوم شنو الرساله اللي توجهي لهاد المسؤولين؟ كنطلبوا بلايصنا بينا غير البلايص ديالنا. واش ما عطاوكم لا وعد لا والو؟ ما عطاونا والو ما زال ما عطاونا حتى حاجه بينا حنا غير البلايص ديالنا نتمعشوا. كاين شي واحد من هذيك النهار فاش قالوا لينا غيكون الحل غيكون الحل دابا راه جايه لشي شهر 10 ايام تقريبا ولا شهر 8 ايام ما عطوناش ما بانش لينا الضو كاع شي غير شي خي راس الخيط يبان لك الضو هذا بان راه كاينين المحلات ولا شي حاجه راه ما كاينش. فين ما مشينا للبلديه مشينا للعماله مشى الرئيس ديالنا حتى للراد مازال ما كاينش شيء ما كاينش شي حل يعني ما كاينش شي سوق بديل ما كاينش البديل. حنا دابا راه بقينا مشردين داكشي اللي كان عندنا راه تحرق راه مشى ضعنا فيه ما بقى عندنا فين نمشيو دابا الواش يعني ربما جات مع العواشر ولا العواشر هادي راه الناس كلشي ضايعه راه ما كاينش الناس اكثريه ديال الناس ما غتعيدش الاكثريه ديال الناس في هذا السوق ما تنعممش على كلشي. كاين بعض الناس اللي عندها شويه الفلوس وغادي تعيد الاكثريه فينا حنايا راه ما غاديش يعيد ما عندوش حتى باش يشري رزقو داكشي اللي عنده كلشي تحرق ليه صبح مشرد لا محل لا سلعه لا اله الا الله. كاين اللي بالنسبه ليا نيت انا كاري عندي وليدات عندي ثلاثه وليدات وكاري اش غدير تبعك الكلا تبعك الضو تبعك الماء العواشر هادي والله ما كسيتش عند ما كسيتهم يلا اش غدير اللي عطا الله هو هذا داكشي ديال الله سبحانه وتعالى. الا هادشي ديال الله سبحانه وتعالى حنا راه متقبلينه. الا كان عند شي عند العبد راه حنا لا سمح لهم دنيا واخره هادشي اللي نقول انا والسلام عليكم. سير 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 سير
لقينا جميع البيبان، لقينا عند الامن، عند الرئيس، رئيس الدائره، كلشي ما كاينش اللي تسوق لينا. ودابا العواشر هذه تنطالبوا بالمحاله ديالنا، حنا ما عندناش اللي يعوضونا على العافيه ولا يعوضونا على السلعه ديالنا، يعطونا المحاله ديالنا. هذا الشيء اللي كاين، هذه اخر قول واعر. سعيد. سعيد. صافي اخر تصريح. صافي. سير تفضل. السلام عليكم. حنا راه ضايعين. حرقت لينا المحلات ديالنا، دابا حنا راه ولينا متشردين هنايا في الدين زكان هذا، ما عرفنا ما نديرو، راه تشردنا بزاف، ما عندنا ما نديرو، وتنطلبوا من السيد العامل السيد اسماعيل بالحقوق يلقى لينا شي حل لهذا التجار ديال المتلاشيات في سوقين زكان. واستقبلنا راه قال لنا ساعتين دعوه معقوله، استقبلنا ويلقى لينا شي حل. الله يرحم الوالدين السي اسماعيل، السي اسماعيل بالحقوق بينك لقى لنا شي حل لهذا التجار المتلاشيات بين زكان. شكرا. انا صافي اخر تصريح. السلام عليكم. سعيد كنشكرو شوف تي في على الزياره ديالكم لهذه الوقفه الاحتجاجيه اللي هي نزمتها لنا النقابه. حنا الناس ديال الجوطيه ديال سوق انزكان لافيري اللي تحرقنا هذه 40 يوم دابا اكثر، ما كاينش اللي جاوبنا، واخا بجوج دراهم في هذاك البلاصه ديما. دابا حنا كنطالبوا من السلطات اللي هو السيد القائد ولا الباشا ولا العامل عمادي زكان يتعاونوا معنا، يدخلوا معنا في حوار. راه حنا صافي، راه وقفنا، راه وصلنا وصلت فينا لواحد الدرجه، راه صافي داكشي اللي كان عندنا راه كملناه. دابا العيد والله ما عرفناش نطلبوه، واش نسلفوه، ما عرفنا كيفاش غنديروا ليها. كدوزوا هذا العيد اخويا، ربما يعني جات واحد الظرفيه اللي هي حساسه، وحنا دابا راه ما عرفناش كيفاش غادي نعيد. حنا دابا وصلنا لواحد الدرجه، راه صافي ما عرفناش شنو غادي المصير ديالنا، لا محلات ديالنا، لا سلعه ديالنا، لا حوار مع شي مسؤول. لحد الان باقيين حنا دابا لا شيء. وكنطالبوا من السيد العامل بالخصوص يدخل لنا في هاد المشكله ديالنا، اللي هي راه حنا كنا منخرطين مع جمعيات باش نستافدوا في واحد السوق، راه دابا ما عرفناش كيفاش تقصونا منه. دابا راه قال لك الحلول ما عرفتش امتى، راه حنا دابا بغينا غير في نمارسوا بعدا، واخا المهنه ديالنا حتى يكون لينا حل. هادشي باش كنطالبوا حنا دابا.